لقاء اليوم بدعوة من جمعية رواد الخير اللي صراحة أعطى لقطاع الشباب والرياضة فرصة للقاء شباب المدينة ومناقشتهم قضايا مرتبطة بالشباب في صلب التنمية وكذلك بالشباب في الفعل الجمعوي، واللي كانت مناسبة أولا للإحاطة بمجموعة من المعارف المرتبطة بالتدبير الجمعوي وعلاقة العمل الجمعوي بقطاعنا، وكذلك فرصة لقطاعنا للاطلاع على اهتمامات الشباب في مجموعة من الخدمات المرتبطة بالمجال الرياضي والثقافي والتربوي. نتمنى أن تتكرر مثل اللقاءات مع الشباب مع إدارة أخرى عمومية حتى يتمكن شباب الجمعيات من اكتساب مهارات ومعارف مرتبطة بالتدبير العام للإدارة العمومية، وفي نفس الوقت فرصة لخلق أواصر تفاعل والاشتغال مع المجتمع المدني في مشاريع متعددة ذات الطبيعة التربوية أو التنموية إن شاء الله. شكرا لرواد الخير على هذه الدعوة، ومشكورين شباب الجمعية كذلك والشباب الحاضر، لأنه فعلا كانت مناسبة لتأتية المشهد الجمعوي بنوع استثنائي من الأنشطة وهو اللقاء التواصلي مع شباب المدينة.